مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. متعودين طبعا في المحترف يوم الاثنين هنتكلم على الكرة العالمية، أكيد هنتكلم عليها، لكن ما فيش شك لازم نتكلم على نادينا العظيم النادي الأهلي اللي فاز امبارح في مباراة نهائي الدوري الأفريقي أو بطولة أفريقيا بنتيجة 2-1 أمام الوداد المغربي. الحقيقة ردود أفعال كتيرة جدا جدا، والحقيقة عايز مش هنتكلم على فنيات، مش هنتكلم على حاجة تخص الفنيات، لأن الحقيقة النادي الأهلي كمان قدم مباراة كبيرة. الحقيقة مباراة كبيرة تليق باسم النادي الأهلي، تليق بنهائي الأفريقي. النادي الأهلي أعتقد من أفضل المباريات على مستوى النهائيات قدمها خلال مباراة الوداد اللي فاتت. وكرة القدم كده، كرة القدم يعني ما فيش فرقة في العالم من أول دقيقة لآخر دقيقة هي اللي بتستحوذ بجيب أهداف، وهي تكون المسيطرة على المباراة طوال 90 دقيقة. المباراة بتروح وتيجي، المباراة النادي الأهلي الشوط الأولاني رائع، الشوط الثاني بداية أقل شوية، وده وارد في كرة القدم طبيعي جدا. والحقيقة نتيجة 2-0 كانت كنا سعداء بيها جدا، لكن 2-1 هتكلم على ردود الافعال، يعني ردود افعال غاضبه بشكل كبير جدا. كلنا زعلانين. جول هيفرق جدا معانا في المباراه الثانيه، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، مش هتوصل لدرجه الاحباط اللي انا بشوفها في عيون كتير من المشجعين النادي الاهلي. الحقيقه مفيش عند النادي الاهلي ما بين قوسين كلمه احباط او كلمه استسلام او كلمه رمينا الفوطه او كلمه لا الموضوع بقى صعب جدا جدا وصعب نعمل او 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 نكسب هنا. الكلام ده مش موجود في قاموس النادي الاهلي. الحقيقه كلنا متضايقين من الجون اللي جه فينا. 2-0 كانت نتيجه جيده جدا للنادي الاهلي، لكن خلونا نرجع للتاريخ. النادي الاهلي مر بظروف صعبه كتيره جدا على مستوى البطولات الافريقيه خاصه النهائيات، وكان في كل مرة بيثبت أنه النادي الأهلي. فلازم لغة الثقة لازم تكون موجودة، لغة التفاؤل لازم تكون موجودة. مش هتكلم على التحضير النفسي والفني للاعبين، لأن الجهاز الفني بيقوم بدور أكتر من رائع، واللاعبين على أعلى مستوى كل اللاعبين. يعني أنا مش عايز أذكر حد بالاسم، لأن كل اللاعبين الحقيقة يعني على مستوى الرجولة وعلى مستوى الأداء حدث ولا حرج. بتكلم على مستوى أداء النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت حدث ولا حرج. بيتكلم على كرة جميلة وأهداف جميلة حدث ولا حرج. فكل ده يدي لحضراتكم نوع أكيد من أنواع الثقة، غير إنك أهلاوي، غير إنك بتتكلم عن النادي الأهلي، غير إنك بتتكلم على أفضل فريق على مستوى القارة الأفريقية، غير إنك بتتكلم على النادي الحاصل على أكتر البطولات الأفريقية، غير إنك بتتكلم على فريق معظم لعبته في المنتخب المصري وخبرات كثيرة جدا في البطولات الأفريقية، غير لما بتتكلم على جماهير النادي الأهلي اللي دايما واقفة ورا فرقتها وبتديها الثقة. ودي الرسالة اللي عايز أنقلها لحضراتكم النهاردة. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم، يعني أنا مش عايز أقول كلمة إحباط، لأن الإحباط مش موجودة في قاموس النادي الأهلي ولا في قاموس جماهير النادي الأهلي، لكن مش عايزين نندرج تحت جزئية هكلم فيها، جزئية مهمة جدا، ولازم نتعلم من أخطائنا على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى جماهير النادي الأهلي. ما تتكلموش كتير وما تعملوش دوشة كتير حوالين التحكيم، وهناك هيكون إيه، أصل فلان هيكلم فلان، أصل علان، إيه الكلام ده، غير مقبول ومش وقته دلوقتي. اللي إحنا لازم نتعلم من أخطائنا. الدوشة اللي بتتعمل حوالين المباراة والكلام الكتير وتبدا تقول اصل هيحصل كذا، اصل الحكم ده هيكلموه، اصل فلان الفلاني عنده قوه كبيره جدا في الاتحاد الافريقي فممكن يمشي الامور لصالح الوداد، كل ده مش مطلوب دلوقتي. الحقيقه اللي مطلوب دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم الهدوء. الهدوء والتركيز على مستوى اللعيبه، على مستوى الاداره الفنيه، على مستوى الجماهير. مطلوب منك الهدوء والتركيز وتدي اللعيبه السبورت المطلوب في هذه المرحله. اللي انا بتكلم عليه هو ده المطلوب. يعني انا لو لعيب النادي الاهلي دلوقتي وموجود، هستنى ايه من جماهيري؟ هستنى المسانده، هستنى منه انه تاني بياكد الثقه وبياكد ان انت كنادي اهلي او لعيب نادي اهلي قادر انك تجيب ان شاء الله الكاس ال11 هناك من المغرب، دي لازم تكون موجوده. قادر انك تدي ثقه للاداره الفنيه ومارسيل اللي ادار اللقاء بشكل اكتر من رائع، كولر الحقيقه وقدم مباراة كبيرة جدا، بتدي ثقة لفرقتك
بتقول احنا وراك يا نادي اهلي وموجودين معاك لغايه ما ترجع بهذه الكاس الغاليه. مش مطلوب ابدا زي ما بقول لحضراتكم تبدا تخش واحنا نعلق اخطائنا على تحكيم النادي الاهلي، مش كده خالص خالص. يعني مش هنمشي ورا سكه التحكيم، التحكيم عليه جزء كبير جدا وعليه علامات استفهام، لكن مش هتخش في نطاق ان هو ده خلاص الموضوع يا جماعه هناك منتهي والموضوع صعب جدا ويعني الامور خلصت وحاله الاحباط اللي موجوده فيها بعض من جماهير النادي الاهلي دي لازم تنتهي. الحقيقه لازم تنقل على طول وتعمل ترانزاكشن كده انك تنقل على الحاله تفاؤل ثقه، عندك امال كبيره جدا وعندك ثقه ان ولادنا وابطالنا ان شاء الله قادرين على العوده بالكاس، انك هتقدم مباراه كبيره. ليه لا النادي الاهلي ما يروحش يكسب؟ يعني ايه يعني هل يعني سؤال مطروح، هل النادي الاهلي ما يقدرش يروح يكسب هناك في المغرب؟ اكيد النادي الاهلي قادر. لازم في حاجات لازم تتعمل فنيات و و و كل ده على جنب، لكن قادر. قادر. هل النادي الاهلي، خلي بالكم احنا رايحين كسبانين يا جماعه، احنا مش رايحين مغلوبين، احنا رايحين كسبانين الشوط الاولاني 2-1، رايحين نلعب في اجواء، هتقولي الاجواء والجماهير و60,000 و70,000، كل اللعيبه الموجوده عندها هذه الخبرات وعندها الامكانيه وعندها الثقه انها تلعب قدام هذه الجماهير وهذا الضغط الكبير. هتقولي اصل ممكن التحكيم مالناش دعوه، انت حتى جوه الملعب كلاعب وكفريق ممكن جدا لو الحكم ضدك في بعض الظروف انت بتجبره بادائك ورجولتك وان شاء الله ربنا يكرمنا ويجيب جون واتنين انك تنهي الموضوع. هو ده المطلوب الفتره دي، مطلوب هدوء، وده انا اكيد حاسه من معسكر النادي الاهلي. خلاص التصريحات اتقفلت، الناس بتركز مليون في الميه في اللقاء اللي جاي، اللقاء اللي فات هيدرسوه ايه الاخطاء اللي حصلت، هنحضر للمباراه اللي جايه ازاي. التحضير الفني والتحضير النفسي مهم جدا، وزي ما بقول لك عندي ثقة كبيرة جدا في اللاعبين، عندي ثقة كبيرة جدا في الإدارة الفنية إنها تهيئ هذه الأجواء الحقيقة اللي هي مطلوبة بشدة، ده على مستوى الجهاز الفني واللاعبين. على مستوى الجماهير والسوشيال ميديا الهدوء يا جماعة. الهدوء، ما تبرز حاجة محبطة، ما تديش رسالة ولو غير مباشرة إن الموضوع خلاص منتهي، الموضوع صعب يا جماعة هناك والجماهير كتيرة وفلان هيكلم فلان والحكم هيكلم علان، القصة دي غير مطروحة وغير مقبولة في هذا الوقت. كل وقت وليه أذان زي ما بيقولوا. إن شاء الله كلنا منتظرين إن شاء الله عودة النادي الأهلي بالكأس الغالية، وزي ما بقول لحضراتكم كل الثقة وكل السبورت وكل الدعم لفريق النادي الأهلي. وأنا من هنا من قناة النادي الأهلي تقولوا بقى لعيب سابق، تقولوا يعني أهلاوي يعني صميم، رسالة للعيبة النادي الأهلي كل الثقة فيكم، أديتوا مباراة كبيرة جدا جدا على جميع المستويات، قرروا هذه المباراة إن شاء الله هناك وارجعوا لنا بالكاس. هي دي الرسالة وهي دي الأجواء اللي أتمنى إن شاء الله خلال من النهاردة لغاية يوم الحد بإذن الله أنها تكون موجودة على السوشيال ميديا، ما يحب النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، هو ده المطلوب في هذه الفترة. طيب النهاردة الحقيقة هيكون لنا كلام مهم جدا عن حصاد كمان المحترفين المصريين الموسم ده في أوروبا، واللي الحقيقة قدموه من خلال مشاركاتهم مع الفرق. كمان هنتكلم بشكل سريع ومختصر عن حصاد الكرة الدوريات الخمسة الكبرى. حضراتكم طبعا عارفين خلاص الدوريات كلها خلصت، وهنتابع مع حضراتكم كمان يعني الشامبيونز ليج، طبعا مباراة النهائي ما بين المان سيتي والإنتر هيكون لينا برضو كلام معاها، وبنتكلم كمان على الفرق اللي هتمثل بلادها على مستوى الشامبيونز ليج، على مستوى دوري الأبطال، وعلى مستوى المؤتمر الأوروبي، على مستوى الأوروبا ليج. كل ده هيكون النهاردة معانا، وكمان معانا الحقيقه واحد مميز جدا في الكره العالميه والكره المحليه كمان، المحلل الرياضي احمد مجدي هيشرفنا النهارده عشان نتكلم معاه في هذه الملفات، واكيد هنتكلم كمان معاه يعني باختصار كده على مباراه النادي الاهلي والوداد. لكن هنركز زي ما بقول لحضراتكم على حصاد محترفينا في الدوريات الاوروبيه، عملوا ايه السنه دي، كمان مصيرهم ايه، يعني السنه اللي جايه متواجدين فين، بيكملين كل الشكل العام لمحترفينا في الخارج او في الدوريات الاوروبيه الكبرى. ان شاء الله يكون النهارده تغطيه، ان شاء الله تكون تغطيه تنال اعجاب حضراتكم. طيب خلينا قبل ما نخش على الصحف العالميه زي ما متعودين في المحترف، هقول لحضراتكم بعض الاخبار السريعه. كريم بنزيما طبعا بعد انتهاء مسيرته مع الريال بيوقع مع اتحاد جده السعودي.
خلاص وقع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم طبعا ريال مدريد عقود انتقاله لاتحاد جدة اكيد لتدعيم الصفوف العميد في الموسم القادم. بحسب تقارير صحيفة اليوم الاثنين او صحف النهارده الاثنين اعلن طبعا المرنجي في بيان رسمي امبارح رحيل كريم بنزيما عن الفريق بعد الحقيقة مسيرة مميزة استمرت 14 سنة في البرنابيو. طبعا فابريزيو طبعا خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا عبر من خلال حسابه على تويتر وقال وقع كريم بنزيما على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله الى اتحاد جدة. كمان اضاف ان عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد ليونيو 25 ويشمل خيار التمديد لموسم اضافي. وتابع كمان وقال راتب بنزيما هيقترب الى 200 مليون يورو سنويا ده بيشمل عقود طبعا العقود التجاريه والمتغيرات اذا كان في حصول متغيرات او بونص من خلال هذا التعاقد. ختم التويته وقال بنزيما سيودع جماهير ريال مدريد يوم الثلاث في مؤتمر صحفي وهيسافر بعدها مباشره الى السعوديه. خبر طبعا تاني ميزانية ضخمة جدا جدا من أجل صفقات ريال مدريد في الموسم أو في الترانسفير الصيفي اللي جاي بيجهز ريال مدريد الحقيقة ميزانية كبيرة جدا لإبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي. ووفقا لبرنامج طبعا عرض هذه الميزانية الضخمة للصفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي اللي بتقدر ما بين 300 إلى 400 مليون يورو. طبعا ريال مدريد بيسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بعد طبعا رحيل كريم بنزيما. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم بعض التقارير قالت ان المرنجي بيسعى للتعاقد مع الانجليزي هاري كين طبعا هداف من هدافي البريمير ليج ونجم توتنهام ويمكن خصص 80 مليون يورو لانتقال هاري كين. تقارير اسبانيه كمان والمانيه قالوا ان ريال مدريد على اعتاب اعلان صفقه الانجليزي بلينغهام طبعا لاعب بروسيا دورتموند بمقابل يتخطى ال 100 مليون يورو. كمان ريال مدريد زي ما حضراتكم عارفين كان نجح الموسم ده في حصد لقب طبعا كاس العالم للانديه والسوبر الاوروبي وكاس الملك اسبانيا تحت طبعا المدرب الايطالي الشهير كارلو انشيلوتي. طيب في خبر كمان معانا ما يخص ميسي، يعني بعض الاخبار عن ميسي الحقيقه كانت بتقول انه بيقترب بشده الى الهلال السعودي بعقد خرافي ولكن طلع والد ميسي وقال نجلي يريد برشلونة. خورجي ميسي طبعا والد الأرجنتيني ليون ميسي قال إن نجله يريد العودة مجددا لصفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال من خلال التصريحات نقلها لصحفي أسباني بشبكة ريليفو قال إن ميسي يريد العودة إلى برشلونة وأنا أحب أن يحدث ذلك. الحقيقة الأخبار سريعة جدا لميسي وبيقولوا ميسي أو والد ميسي متواجد دلوقتي ببرشلونة لإنهاء التعاقد. بالطبع برشلونة خيار مناسب جدا جدا على لسان والده لميسي وتقريبا نهاية مشواره القروي في نادي برشلونة. كمان والد ميسي قال إن يعني هيعمل اجتماع النهاردة مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في منزله من أجل مناقشة الصفقة. قال كمان أو عدة تقارير قالت صحفية النهاردة الصبح إن برشلونة حصل على موافقة كمان رابطة الليجا لإبرام التعاقد مع ميسي. ودي كانت على فكرة نقطة خلافية كبيرة جدا، ما كانش قادر ميسي عايز يروح لكن كان في بعض العقبات بالنسبة للحالة المالية لليجا الأسبانية ما صرحتش، لكن النهاردة كان في موافقة من الليجا الأسبانية على الميزانية المطروحة من لابورتا رئيس النادي الكتالوني. طبعا زي ما بنقول حضراتكم عارفين ان ميسي طبعا 35 سنه وقضى موسمين بقميص البي اس جي باريس سان جيرمان حقق من خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين وكاس السوبر الفرنسي مره واحده. واصبح ميسي طبعا صفقه مجانيه متاحه في سوق الانتقالات الصيفيه. كل الناس بتترقب يعني والجميع ترقب ثلاث جهات محتمله. بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم الهلال السعودي وبنتكلم على انتر ميامي الامريكي او العوده الى برشلونه، وتقريبا دلوقتي التقرير بتقول هي
الاقرب طبعا لرجوع ميسي تاني الى برشلونه. يمكن الاسبوع اللي فات كان كمان بعد التقرير قالت ان الهلال السعودي خلاص قدم عرض خرافي لميسي ويمسي على اعتاب الدوري السعودي، وكان في قبليها بعض التقارير بتقول على مسؤوليتها ان طبعا ميسي عايز يرجع او يروح امريكا مع الاسره لنهايه مشواره التاريخي الحقيقه في كره القدم. نروح نشوف الصحف العالميه كمان والعناوين العالميه قالت ايه هنا معانا في المحترف. هنبدأ جولتنا في انجلترا، مترو الإنجليزية طبعا الجريدة اللي كتبت هاري كين في أسبانيا، أكدت الصحيفة إن هاري كين مهاجم توتنهام هو الهدف الأبرز لريال مدريد لتعويض رحيل كريم بنزيما. جريدة ميرور الإنجليزية كتبت السيتي يحلم بالثلاثية، حال تتويج طبعا تتويجه بدوري أبطال أوروبا في النهائي المرتقب أمام إنتر ميلان. كمان الصحيفة اهتمت بأخبار انتقال هاري كين من توتنهام وكتبت جنون هاري. أسبانيا إيس الأسبانية تحديدا اهتمت بلحظة وداع كريم بنزيما لأرضية ملعب برنابيو وكتبت شكرا لك وإلى اللقاء. لسه في أسبانيا ماركا الأسبانية اللي اهتمت كمان برحيل كريم بنزيما وكتبت مفاجأة بنزيما يرحل من مدريد، وكتبت كذلك بنزيما يودع البرنابيو بعد 14 موسم بهدف من ركلة جزاء. أكدت صحيفة أن ريال مدريد بيحجز رقم 9 لهاري كين إذا وصل من خلال الانتقالات الصيفية. توتو سبورت اهتمت بمراسم تتويج طبعا نابولي بالدوري الإيطالي، دي صحيفة إيطالية، وطبعا بعد الفوز على سامدوريا تحدثت الصحيفة الإيطالية عن تسلم فريق نابولي للقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على سامدوريا 2-0، وكتبت نابولي ثلاثي الألوان. في إيطاليا لجازيتا ديلي سبورتي الإيطالية اهتمت بطبعا العملاق إبراهيموفيتش وكتبت ليلة وداع ميلان واعتزال كرة القدم، وداع الملك إبرا يترك كرة القدم من السن 41 سنة. الحقيقة أنا تابعت الحقيقة هذه اللقطات واعتزال إبراهيموفيتش، الحقيقة بتتكلم على أسطورة، بتتكلم على لعيب مثير للجدل، لعيب من طراز رفيع، طراز خاص. يمكن السنتين اللي قعدهم في الميلان ما لعبش كتير لكن خبراته أول سنة وكسبوا طبعا السيريا بعد غياب الميلان سنوات طويلة، يمكن الإصابة حرمته شوية من بعض اللقاءات، ولكن كل الناس الموجودين في ميلان يعني سعداء جدا، كانوا سعداء جدا جدا بوجود إبراهيموفيتش. الحقيقة إبراهيموفيتش ودع الميلان بالبكاء، مش هو بس الحقيقة كمان الجماهير، العلاقة ما بين الجماهير وما بين إبراهيموفيتش يعني طبعا زي ما انتم شايفين لحظات صعبة جدا في تاريخ لاعب كرة القدم، وخاصة لما يكون أسطورة من أساطير كرة القدم زي إبراهيموفيتش. العلاقة ما بينه وبين الجماهير، الدموع دي يا جماعة صدقوني يعني بتكون قد إيه بتبين حب الناس لهذا النجم الكبير، مثير للجدل، لعيب كبير أدى مشوار طويل وكتب اسمه من حروف من ذهب في قائمة أفضل لاعبي كرة القدم. هو التأثير كمان لحظة بتبقى صعبة جدا 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 على أي لاعب، وخاصة لما يوصل لهذه المرحلة من الاحترافية ويكون صعب جدا عليه أن يترك الملعب. لحظات دموع كانت موجودة في وداع إبراهيموفيتش العملاق، يعني عملاق الكرة العالمية. وإبراهيموفيتش طبعا كمان زي ما حضراتكم شايفين يعني هو مش قادر كمان يعني يمسك نفسه من البكاء ومن الحزن الشديد جدا، ولكن يبقى السؤال إلى أين إبراهيموفيتش؟ هل سيكون على المستوى الإداري؟ هل يتجه إبراهيموفيتش إلى المشوار كمدير فني ومدرب على مستوى كبير؟ دي علامة استفهام تطرح، ولكن إن شاء الله خلال الأيام والأسابيع القادمة سيعلن كمان إبراهيموفيتش على الوجهة القادمة وكارير جديد على مستوى الإدارة أو على مستوى التدريب، أو ممكن جدا يقول هو اكتفى بهذا القدر من كرة القدم ويبتعد تماما. هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنستقبل نجمنا الكبير أحمد مجدي، هنتكلم معاه في كل الملفات
معانا هنا في المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نرحب بنجمنا النهارده في المحترف، طبعا الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه والمحليه واللي انت عايزه كله، المتميز احمد مجدي. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، ودايما بتخجلنا بتواضعك. لا يا حبيبي والله انت تستاهل كل خير، ومن الناس المميزه جدا الحقيقه، واللي انا ببقى اكون سعيد جدا لما بيكون موجود معايا. اكيد مش اسعد مني الحقيقة. انا مع قامه واسطوره كرويه مصريه. ربنا يخليك يا ابو حميد. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، حابب برضو اعرف رايك في مباراه امبارح النادي الاهلي مع الوداد المغربي. انا شايف والله انه يعني بغض النظر عن الهدف اللي استقبل في الاخر طبعا، واللي اشعرنا ببعض المراره، لانه اللقب كان يعني شبه حسم، يعني بنتخيل ان هو لو كان 2-0 اعتقد ان هو كان في طريقه للحسم لينا بشكل كبير. ولكن الاهلي لعب والله ماتش مثالي، كل حقيقي. المنظومه من الناحيه الفرديه والجماعيه لعبت ماتش كبير جدا جدا. انا مبسوط جدا بشكل الاهلي في الملعب. لو كانت النتيجه دي وفي اي تقصير في الملعب كان ممكن اتكلمنا كلام تاني، بس هو بجد ما حدش اتدخر اي شيء، لا فنيا ولا تكتيكيا ولا بدنيا ولا ذهنيا في الماتش. وبيحصل كل يعني انك تستقبل هدف في نهائي على المستوى دوت وعلى الدرجه دي من النديه قدام فريق كبير زي فريق الوداد، ما لعبش برده ماتش قليل. الوداد لعب ماتش كبير، لعب ماتش امن بحظوظه فيه. احنا وان كنا نستحق او ما نستحقش اهداف تانيه، او كنا نقدر نسجل اهداف تانيه، بس النتيجة أنا مش شايف إن هي كارثية. قبل ماتش العودة عندنا فرص، إحنا متقدمين بهدف، رحنا في وضعيات أصعب من دي بكتير، والتاريخ يشهد إن إحنا رحنا رادس متعادلين 1-1 في القاهرة، وإحنا اللي متعادلين في آخر دقيقة. التاريخ يشهد إن إحنا رحنا الصفاقسي 1-1 وخدنا اللقب في رادس مرتين. التاريخ يشهد على وضعيات معقدة كتيرة جدا الأهلي بيروح فيها. التاريخ يشهد إن ملعب محمد الخامس عرفنا نكسب فيه الوداد مرتين في السنوات الاخيره، سواء 1-0 رامي ربيعه في 2015 او 2-0 2020 محمد مجدي قفشه وعلي معلول. فده تاريخ قريب مش تاريخ بعيد. وهو ده التاريخ يا احمد اللي بتكلم عليه، اللي بيدينا ثقل في فرقتنا. وانت الكلام اللي بتقوله كمان وادائنا في هذه المباراه لازم ينعكس بثقه من جماهيرنا ان الموضوع، مش هقول لك الموضوع هناك سهل، ولكن انت قادر بتاريخك، قادر بلعبتك، قادر بالمستوى اللي بيأديه النادي الاهلي، انت قادر. وكره القدم فيها كل حاجه، فهو ده هو ده الاجواء الواحد حابب تكون موجوده لغايه بدايه المباراه. مش عايزين نتطرق لاجواء مختلفه، اصل ممكن يحصل كذا، اصل ده فلان هيكلم فلان، اصل الحكم اللي جاي ده ماتش اعتزاله فممكن جدا، يعني كل ده مش مفيد اصلا. ده هيصدر نوع صح. من انواع القلق شويه، يعني قلق كده ممكن يروح للفرقه، يروح للاجواء العامه، وده مش مطلوب في الوقت ده. احنا مر علينا ظروف اصعب من كده، ولكن خلي بالك كمان احنا اتعاملنا في سنوات قريبه جدا باسلوب، احنا بعد كده قلنا احنا ده كان اسلوب غلط، ان احنا بنتكلم خارج نطاق كره القدم، وده فلان وعلان وهيحصل فينا كذا وهيحصل فينا كذا، ده خرجنا شويه عن التركيز، فاحنا مش عايزين نكرر اخطائنا. يعني انا بتفق معاك طبعا يا كابتن. الماتش ده لو اتلعب كما ينبغي ان يلعب وخدنا حظوظنا للاخر، حتى لو لا قدر الله ما رجعناش بالكاس، الفرقه دي هنتعامل معاها ان هم ابطال، لان هم جم من بعيد جدا، ومش سهل ان احنا نوصل 6 فاينل في 7 سنين و4 فاينل في 5 سنين. الكلام ده مش 4 فاينل متتالي، 4 من اخر 5 و6 من اخر 7 و9 من اخر 13، الكلام ده كلام مش سهل. احنا بنتكلم على اقوى بطوله في القاره، ده اولا. ثانيا انا بتفق برضو مع حضرتك جدا، احنا تعرضنا لظروف اصعب من دي بكتير وخدنا النتائج اللي احنا عايزينها. يعني انا بتذكر ماتش الرجاء السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت، ماجيتين داي عمل ايه في العوده. ماجيتين داي نفسه ماتش مصر والمغرب نفس الحكم دوت كان بيحكم ماتش مصر والمغرب، وازاي تعرضنا لمشاكل كتيره جدا في الملعب، وفي الاخر اللعيبه والرجوله والتكتيك والاداء الهادي هو اللي طلع من المشاكل دي. المشاكل دي ما هياش اول سنه بنشوفها في افريقيا، فاللعيبه انا متاكد ان هم عازلين نفسهم تماما عن ده. ومش قليل ان الاهلي يروح كازابلانكا متقدم بفرق جون، ده مش شيء هين على فكره. صحيح. هو وان كان بيصدر انه المساله خلصانه بالنسبه له، بس هو مطالب انه يجيب جون. الوداد مطالب انه يجيب جون، انك تجيب جون في النادي الاهلي بالشكل ده. الوداد على فكره سجل هدف في سيمبا في الشوط الثاني، وما سجلش في سان داونز في الادوار الثانيه كلها، مسجل هدف واحد قدام سيمبا التنزاني ورايح بنالتيز، ورايح على سان داونز بقاعده الهدف خارج الديار. ودي مساله انا شايف ان النادي الاهلي اقوى من كل الخصوم اللي الوداد قابلهم، حتى لو سان داونز كان فريق متمرس فعلا، ولكن النادي الاهلي قادر ان هو باذن الله يطلع بالماتش دوت
مسجل هدف يريحه ايا كانت النتيجه، وباذن الله ما نستقبلش اي قدر من الاهداف، حتى لو استقبلنا نكون في اطار مريح لينا ونكون بعد ما باذن الله نسجل. انا شايف ان ده في المتناول، وان شاء الله انا متاكد الرجاله قدها وقدود. انا كمان الله. عندي ثقه كبيره جدا جدا الحقيقه، عندي ثقه في فرقتنا، عندي ثقه في الاداره الفنيه، عندي ثقه في المواقف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي في البطوله دي. البطوله دي مرت على النادي الاهلي فترات صعبه جدا، مباراه الهلال السوداني وكنت انت مطالب بالمكسب ولا غير شيء المكسب، كنت وقت من الاوقات كنت تقريبا خارج البطوله والامور مش في ايديك، رجعت تاني في ايديك. الحقيقه مشوار النادي الاهلي خلال هذه البطولة كمان بيدي نوع من أنواع التفاؤل والثقة، أداء النادي الأهلي بيدي نوع من أنواع التفاؤل والثقة. ما بقولش كده إن المباراة سهلة، المباراة صعبة مفيش شك، جماهير كبيرة جدا، يعني هم كمان فريق الوداد الحقيقة كمان بعد خروج جريدو أعتقد المدرب الجديد كمان إداهم شكل أفضل، يعني على مستوى التركيز، على مستوى التنظيم، على المستوى الهجومي بقوا شكلهم أفضل. مفيش شك إن الوداد فريق كبير طبعا، ولكن زي ما بقول مش عايزين نصدر إحباط، عايزين إحنا زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا عملية الهدوء التام في الفترة اللي جاية، تركيز التام من اللعيبة إن شاء الله بإذن الله. أنا متفائل إن شاء الله رقم 11 الكاس 11 هتكون موجودة في دولاب النادي الأهلي بإذن الله. طيب أحمد أستأذنك كالعادة معانا وملف طبعا اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا في أوروبا وعلى مستوى الشباب أو على مستوى الناشئين، كمان فريق الإعداد محضر لنا لاعب مصري متواجد في برشلونة. الحقيقة كل أسبوع بنقدم لحضراتكم نموذج، والنموذج ده لعيب مزدوج جنسية مصري أمريكي عايش في أمريكا، ولكن هو كان بيلعب في أكاديمية برشلونة في أمريكا، والحقيقة انضم للمنتخب الأمريكي تحت 16 سنة ولعب، واتبعت له جواب رسمي من برشلونة أنه يرجع ويروح لهم ويكون موجود معاهم في برشلونة على مستوى الناشئين أو أكاديميات برشلونة، لأن حضراتكم عارفين بيبقى العملية هناك محسوبة كويس قوي في أكاديميات، من الأكاديمية ممكن يطلع يتمرن مع فريق برشلونة تحت 16 أو تحت 17 سنة، ويبقى الفوكس عليه من خلال الإدارة الفنية للفريق الأول. شفنا نماذج كثيرة جدا، من جافي عنده 16 سنة ولعب مع فريق برشلونة ولعب مع المنتخب الأسباني، برضو نموذج جديد يا أحمد موجود معانا. وده ياخدنا للكلام عن منتخباتنا تحت السن، اذا كان 17 او 19 بياخدنا لكاس العالم اللي كان يعني موجود في الارجنتين، والحاله العامه لمنتخباتنا المصريه وعدم الاهتمام بهؤلاء اللاعبين وعدم الاهتمام بشكل كبير بالقاعده والبيز الاساسي اللي ممكن نبني عليه منتخب قوي. مؤكد طبعا، يعني خليني اقول لك على حاله سيان بيتري بالذات. هو برشلونه واكاديميه لاماسيا، يعني الفكره العامه في اكاديميه لاماسيا دلوقتي ان هي بقت يعني جلوبالايز شويه، يعني عالميه اكتر. في درجه اخيره اللي هو الناشئ اللي بيوصل للاماسيا. احنا بنتكلم على الناشئ الاسباني بيجي من طرق عاديه، في يعني عادي كشافه شوارع لسه موجودين لحد دلوقتي بينزلوا الشارع ويجي الطرق التقليديه بتاعت موجود في اسبانيا عادي، انك بتقدم وبتروح وبعد كده بيبقى في طريقه تصفيه وما الى ذلك، ولكن بره اسبانيا عشان يوصلوا لكل المواهب على مستوى العالم كلها بيفتتحوا حاجات بتدر دخل باسم برشلونه، بتفرز للعيبه الاكاديميه لاماسيا نفسها. الاهم من كل ده ان لو لعيب في فريق او طلب من فريق اول او من فريق شباب او من اي درجه، بارسا بي، الفريق الريديف، كل الدرجات اللي برشلونه لازم يبقى فيه حته كده سبوت في بلده برشلونه يعتبرها شيء رسمي لاعتماد اللعيب ده. يعني مثلا زمان 2003 لما 2001 لما ميسي كان اضطر حد يروح يشوف، حد يروح يشوف بنفسه، وبعد كده شافوه بيلعب في الشارع، وبعد كده شافوه بيلعب في نولز اولد بويز، بعد كده جابوه. لا دلوقتي النظام مختلف، فرونالد اراوخو مثلا لما كان في اوروجواي بيلعب في نادي بينيارول وبرشلونه اتعرض عليه في بارسا بي، ما محتاجش انه يصفره ويجيبه ويوديه، لا في هناك سبوت في اوروجواي ناس بتتابع، ناس شافت في اكاديميه شباب اللي فيها سيان بيتري دي، فتمام خلاص تمام اكاديميه لما خد الصك ابتدى يسافر.
لما سافر هناك اراوخو من اللعيبه اللي قعدت شهر بالظبط في بي، وطلع على طول لعب فيرست تيم، لان برشلونه ساعتها بقى كان في بيكي بيكبر في السن، وبويول لسه معتزل من 3 سنين، وكان في مشاكل في على مستوى قلوب الدفاع، وامتيتي مصاب. فشوف السيستم يا كابتن بتاع اداره عمليه الناشئين، ونعرف ان ده بيتم علشان في الاخر اللعيب يبقى عنده 16 سنه في برشلونه، برشلونه فريق اول او حاجه. هنا اللعيب اللي عنده 16 سنه ممكن يكون بيتقال له انت لسه قصادك 16 سنه، ده احنا عندنا لعيبه عندها 22 سنه بيقول لك لعيب الناشئ. لا 16 سنه انت لسه برعم يعني، بالنسبه لهم انت لسه برعم لسه صغير. فالنقطه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها مساله المنتخبات، احنا هنا ما بنتكلمش حتى على سكيل برشلونه، يعني سكيل برشلونه ده مثلا اكبر من سان بيتري بسنه واحده بس. شاد رياض، شاد رياض بيعمل ايه دلوقتي؟ شاد رياض لاعب في المنتخب المغربي الاول حاليا، ما لمسش الكره مع برشلونه الاول ولا مره. بس هل انت محتاج كتير انك تعرف ان في لعيب في الفريق الريديف لبرشلونه هتقعد تفكر كتير؟ لا احجزه، خده ماتش واتنين. يا احمد يعني جم لعيبه على مستوى منتخب الشباب بيلعب في مونشن جلادباخ وبيلعب في بطوله اوروبا للشباب، وللاسف يعني للاسف قال لك لا غير مناسب، او يقول لك اصل لا اللي عندنا احسن، او الراجل لعب زي ما بيقولوا كده تقسيمه وقال ماشي شكرا ومع السلامه. طريقه التعامل كمان مع اللعيبه ديت لازم تكون مختلفه، طريقه محترفه زي ما انت بتتكلم. هو خلاص مش محتاج ان نشوفك، لا ده انت تحتفظ بيه وتتابعه، ولو ما احتجتوش المعسكر ده هتحتاجه المعسكر الجاي السنه اللي جايه بعديها بشهرين. فعمليه المتابعه عندنا ده لو حد اصلا اتصل بيهم يعني. غير ان السبوتس اللي بقول لحضرتك عليها دي سبوتس كمان معموله عشان تنهي الامور التعاقديه بالظبط. برافو عليك، صح هناك. هو هناك مش اصلا مش محتاج اقعد ابعت واعمل، لا وتعالى شوفه لما لا كل حاجه موجوده، الايميلات بتتبعت وبيخلص كل حاجه هناك بصفه النادي الرسميه. احنا بعيد، احنا بعيد، احنا بعيد في مصر مش موجودين اصلا. يعني احنا مش موجودين، احنا نتمنى ان ده يحصل على مستوى منتخب مصر اللي هو كل الناس بتحشد له الدعم، ولكن انت بتشوف نماذج يعني احنا احيانا نقول طيب ممكن يبقى اللي في موضع المسؤوليه شايف حاجه تانية واحنا مش شايفينها، او الصوره اوسع. يخبطك نموذج عمر مرموش مثلا، يخبطك كده ان ازمه كبيره الراجل دوت، اول لما جه مدرب اجنبي كارلوس كيروش يعني يعتبر من الكلاس ايه ممكن في العالم بالظبط، اول لما جه لعبه جاب جون وصلك يعني طب ايوه انت لو مدرب مصري بقى وشافه اقول لك طب تعالى المعسكر ده وهنشوفه وبعدين يشوفه. لا واللي حصل ان اتقال ده احنا شفناه وكذا ومش فارق عن طب احنا دلوقتي فرانكفورت بيجيب عمر مرموش اهو بقاله 4 سنين في البوندس ليجا، في كل الفرق الناس هناك شايفين حاجه تانية. ممكن. هل العيون هناك في المانيا محتاجه تحسين او تمصير يعني على الطريقه المصريه؟ المشكله مش بس في رؤيه المواهب، خلينا نقول ان دي حاجات حملت اوجه ماشي، انا قادر اعمل ده او مش قادر اعمل ده، وليها وجهه نظر ملياش وجهه نظر، كل ده بيحصل في اي حته في العالم. بس احنا بنقول تعالى شوف الجزائر بتعمل ايه، تعالى شوف المغرب بتعمل ايه. هو مثلا عنده معسكر بتاع ماتش وديا ضعيف، بس هو عامل في ايه بقاله من بعد ما رجع من كاس العالم مثلا وليد الركراكي معسكرين مستدعي فيهم حوالي 12 لعيب لاول مره لقائمه المغرب. ال 12 لعيب دول لا يعني احيانا المغاربه بيتفاجئوا بمين دول اصلا، محدش يعرف عنهم حاجه يعني، بياخدوا ماتش دولي تمام مش تمام. هو دلوقتي الفيفا مرن لو هيرجع، لو شافك بتحجزه بس على الطريقه القديمه بيقول لك لا انت مالكش تاخد حقوق بالظبط. فاللي حصل دلوقتي ان في حاله شادي رياض مثلا، الراجل ده لعب دلوقتي فيرست تيم منتخب مغرب ومش هيلعب اسبانيا يعني في المدى المنظور، لان قلوب دفاع برشلونه تمام. لو طلع لعب برشلونه فريق اول ولمس الكوره خلاص بقى عندك في منتخب المغرب مدافع بيلعب لعب برشلونة. في برشلونه فيرست تيم، خد مستوى خبرات تاني، لعب في كلاس تاني من اوروبا لمجرد ان انت قعدت شويه اشتغلت على ملف. المساله دي مش محتاجه مجهود عظيم، هي محتاجه بس هو مفيش حاجه بس يعني الفكره بجد اللي بيزعل الواحد ايه، ان الموضوع مش محتاج زي ما انت بتتكلم عبقريه في الاداء وبلان كبير قوي. ابتدى العمليه عايزه عمليه تنظيميه مش اكتر من كده، ان يكون في حتى سكاوت تيم شغال مع اتحاد الكوره، واحد زي ده يروح يتكلم مع واحد زي ده، ولو قادر تبني سبوت هناك، والموضوع ده صعب جدا، او يعني مش في انك عندك سبوت في كذا حته ممكن تجيب منها لعيبه مصريه، فده مهم جدا. الجزء الثاني ان ثقافه المدربين كمان والثقافه اللي موجوده عندنا، لا يا عم ده اللي عندنا احسن اصله، لا يعني احنا في هيثم حسن ده بيضيق يعني مثلا، هيثم حسن ده مثلا احنا شايفين الملف عمال ولحد دلوقتي ما راحش فرنسا وتمام لحد دلوقتي العمليه، ممكن ما يروحش فرنسا لان هو بعيد قوي الناس اللي في مستواه لسه لما يبقى في فياريال ولسه صغير ومش عارف ايه. ولكن انت لحد امتى؟ ما ممكن يتطور تطور سريع جدا، تبص تلاقي من افضل خطوط النص في العالم لعيب فرنسي متاسس في فرنسا. بس هو اولويته على فكره في المنتخبات، سيبك من اولويته الشخصيه لان هو قال اكتر من مره انه ممكن يستنى استدعاء فرنسي، بس انت فين مشروعك؟
فين المشروع اللي تجبره بيه على حاجه؟ ده صحيح. انت مش هتروح للراجل تقول له تعالى يا نبي انت عشان مصر وبتحب مصر الكلام ده كله يعني لا ما عادش خلينا في الخيال موجود بالنسبه للناس دي. بالظبط هو عايش هناك ومولود هناك، هو يتعامل معاك انه نادي، انك نادي يا كابتن. بس هو لو شاف النادي ده او المنتخب في مشروع هيوفر له كاس عالم، هيوفر له امم افريقيا، هيوفر له سي في كبير، مش هيستنى الماتش او الماتشين او العشر الدوليين اللي في عينه دلوقتي يلعبهم في فرنسا ويسيب العرض ده. لو لقى فعلا عرض، ما ده اللي حصل مع جوان حجام في الجزائر، ده اللي حصل مع اسماعيل بن ناصر في الجزائر، ده اللي حصل مع لعيبه كتيره جدا في الجزائر. امنت بالمشروع الجزائري، بقوا ابطال افريقيا في 2019، عرف يوصلوا كاس عالم في وقت من الاوقات. فكل دي حاجات يعني المشكله كمان الحقيقه اللي لازم نقولها ان الناس سبقانا بكتير جدا، والناس بتروح لحتت ومناطق احنا لسه ما بنفكرش فيها دلوقتي، والمسافات بقت بعيده جدا. عندنا منتخب الشباب يعني لما تقول الانجاز التاريخي لمصر هو برونزيه كاس العالم 2001 لمنتخب الشباب للكابتن شوقي غريب، يبقى انت عندك مشكله. الحقيقه انت بتتكلم دلوقتي في 22 سنه على مستوى المنتخبات مفيش حاجه تذكر بشكل كبير جدا. وصول الاولمبياد بتوصل الاولمبياد الى حد ما، لكن الدور الثاني الماكسيمم بتاعك بتخرج. فالعمليه الحقيقه محتاجه شغل، والشغل ده مش صعب، محتاجه ناس تشتغل بنظام معين بسيستم معين، والسيستم ده يطبق علشان كمان القاعده العامه. انت لما يكون عندك قاعده من المنتخبات اذا كان شباب او اولمبي او منتخب ناشئين، انت عندك مستقبل للمنتخب الاول. احنا ماشيين بالبركه للاسف، ومنتخب الكاس العالم او كاس العالم اللي في الارجنتين خلاص وصل النهائي، ايطاليا، اورجواي، كوريا الجنوبيه وصلت لدور قبل النهائي. بكلمك على بلاد يعني من منظورنا مش موجود. الارجنتين صاحبه الارض خرجت من نيجيريا، مش موجود. البرازيل خرجت، بتتكلم على فرق كبيره جدا. كولومبيا فريق كويس ولكن خرج. لكن عندك في ناس بتشتغل، وبتشتغل من تحت، بتشتغل مع منتخباتها. وهنشوف الكره الايطاليه السنوات اللي جايه متطوره جدا خلاص على مستوى الفرق. السنغال ابطال كل حاجه، السنغال تحت وكله، وكلها ماشيه بنفس الفكره. صحيح، اكاديميه في السنغال جامده بتفرخ لاوروبا في سن صغير. بتبص تلاقي المنتخبات اللي تحت 17 واللي تحت 18 واللي تحت 20 واللي تحت 21 والاولمبي كلها لعيبه كلاس اي في اوروبا. بالظبط، ما بقاش عايز يتاسس اصلا. بتبص تلاقي ادريس اجانا جاي مثلا طالع من المنتخبات دي بيلعب لاعب معلش يعني مع احترامي في مصر في درجه ثانيه ودرجه ثالثه، ولسه بنكتشفه او بنشوف مين احتياطي في الاهلي والزمالك نلعبه. لا ده واحد راح دوري لعب دوري انجليزي، ليفل ثاني، راح لعب دوري انجليزي وجالك في المنتخب الاولمبي. فبتحصل انه بيغلبك اربعه، معلش يعني بيغلبك 4-0، بتروح انت بتلعب منتخبات زي موزمبيق وزي اي منتخبات حتى الكلاس سي، الكلاس سي في افريقيا مش عارف تجيب فيه جون. بالزبط، بيهددك طول الماتش، تروح بتبقى بطوله مستضيفها ما تجيبش فيها جون. جامبيا دلوقتي يا احمد، منتخب جامبيا للشباب في عناصر مميزه جدا، عندهم في كل تقريبا كل المراكز عناصر مميزه. جامبيا اللي انت مثلا من 15 سنين بتقول جامبيا هي فين؟ بالظبط، جامبيا منتخب اول رفض يلعبك لان هو اشترط مستوى معين من التاسيس وبتاعه، وقبل الماتش بمده معقوله فقال لك جنوب السودان موجودين يعني هاتوهم. فهي القصه يا كابتن انه ما فيش شيء بيدار يعني بالفهلوه ولا حتى بالاجتهاد. يعني حتى لو انا مجتهد قوي، لا انت محتاج بس تمشي على بلان. انت راجل مجتهد تمام، صحيح. يعني انت حتى لو مجتهد وشغال ويقول لك فلان الفلاني شغال، فلان الفلاني سهران، هي مش كده. هي القصه ان انا لو هشتغل 4 ساعات في اليوم بس على بلان احسن من السهر والتطبيق والكلام اللي معمول علشان ايه، يقول لك ذر العيون في الرماد، ان انا اسكت خلاص اسمع الكلام ده اقوم ساكت. هو ده مش هينفع. هي المساله مش ان انا اقعد اشتغل ساعه، اشتغل ازاي؟ في حاجه اسمها بلان، في حاجه اسمها استراتيجي. الحاجات دي تتحط على اي، احنا بنتكلم مثلا لو حد مسك المشروع بتاع اللاعبين اللي ليهم اصول مصريه في اوروبا، احنا بقى لنا كام سنه حاليا، سنه كامله كل اسبوع بنجيب نماذج. النماذج دي منها كويس الحمد لله، اللي منها ناس راحت. انت لو احنا عرضنا يا عم 40 لعيب ما فهمش اربعه، اكيد في 3-4 يعني ما فهمش اربعه، اكيد فيهم اربعه اكيد وبيلعبوا. في لعيبه بتلعب في مونشن جلادباخ، في بوخم، في لعيبه بتلعب دوري الدرجه الثانيه في الدنمارك، في السويد. يعني عندك ممكن لو هتشتغل على الملف ده هتجيب. بالظبط، وده يعني هينعكس اكيد على منتخبنا الاول. بمناسبه كاس العالم للشباب، تعالوا معانا انفوجراف على اكثر الدول حصولا على كاس العالم للشباب.
الحقيقة ملف مهم جدا، ومنه هنروح ل كان بلد كان بيتقال عليها خلاص الدنيا بالنسبة لها الدنيا بقت ضلمة، والكرة الإيطالية في انحدار تام، وكان الكلام ده بنتكلم عليه تقريبا من 3-4 سنين، وإن الدوري الإيطالي دوري مش قوي ويصنف يمكن الخامس على مستوى أوروبا، الكرة الإيطالية بعد عدم وصولها لكأس العالم مرتين خلاص في انهيار تام. أحمد شايف ملامح ملف جديد وملامح مستقبل أفضل كثير جدا للكرة الإيطالية اللي شفنا تقريبا كل الفرق بتلعب على مستوى اليوروبا ليج، على مستوى دوري المؤتمرات، على مستوى كمان دلوقتي نهائي التشامبيونز ليج، الأداء اللي بيأديه نابولي، شايف إزاي إن في يعني في نفق نور كده للكرة الإيطالية؟ طبعا يا كابتن الأهم من كل ده الميزانيات كمان يا كابتن القليله اللي بتتصرف في ايطاليا، يعني ايطاليا لحد دلوقتي لا يعني احنا بنتكلم فرنسا الانديه المتوسطه بتدفع ممكن اكتر من ايطاليا. انجلترا واسبانيا كل الفرق تقريبا بتدفع اكتر من معظم الفرق الايطاليه، مفيش فريق ايطالي بيروح يجيب صفقه بال 50 و60 مليون الا يعني ما ندر. وده بيقول لك انه غير البلاننج وغير اللي هو شيء اكيد على المستوى ده، ففي رغبه بين كل الانديه رغم التنافس، يعني رغم التنافس في رغبه عامه كده ان ايطاليا ترجع للمشهد. زائد ان في قانون صارم حاكم الانديه دي، عشان نلاقي نادي زي يوفنتوس ما فيش هروب من مساله خصم النقاط 15، بعد كده ال 15 بيرجعوا، بعد كده بيتحقق معاه فيتقال له 10، فحتى لما اتقال ان في اتفاقات تسويه وما الى ذلك يقول له لا ما فيش شامبيونز ليج، ما فيش رجوع قبل اي حاجه، ما فيش طعن، انت مش هتطعن اصلا. في حاجه اسمها خروقات مؤكده لمساله الرواتب في ساعه الكورونا، المساله انتهت لانه خلاص المساله اثبتت برسائل واتس احيانا باعترافات اللعيبه نفسها، يعني اللعيب يطلع كليني يقول في الميديا ده حصل فعلا. ايوه صحيح. يطلع فما فيش مجال انك تهرب من ده، حتى لو كنت يوفنتوس، حتى لو كنت اكبر فريق ليه قيمه دعائيه في 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 المنطقه. في خلي بالك ده شيء يحسب ليهم، يعني النظام يطري على الكور، ما فيش اليوفنتوس نادي كبير جدا، وافتكر في سنه من السنين نزل درجه ثانيه برضه بسبب سنتين. اتمنى يعني اتلغى له دوري، اتلغى له دوريتين بالظبط، فضيحه الكالتشيوبولي الشهيره حتى في وسط كل الاجواء المعقده دي، واحيانا اتهامات بالفساد وتدخل المافيا وما الى ذلك، في سيستم تمام بتخالف تعالى اتعاقب عقوبتك واعمل كذا. ليه ده بقى كل ده ليه؟ يعني كل ده ايه اهميته يا كابتن في الكره الايطاليه؟ ان ميلان لقى فرصه، ميلان لقى فرصه ياخد اللقب السنه اللي فاتت، نابولي لقى فرصه ياخد البطوله السنه دي. لو كان عمال انت تحمي يوفنتوس بس، تحمي يوفنتوس بس، تحمي يوفنتوس بس، زي ما بنشوف في نماذج كتيره، كان يوفنتوس عرف يعني عرف يسيطر على 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 اللي بيعمله نابولي ده. صحيح. انما اللي حصل ايه؟ انه فرقه عاديه جدا خدت حظوظها بشكل كامل، انفرق، خلصت الدوري قبلها بست سبع جولات. ميلان السنه اللي فاتت كله عارف ان هو في طريق التتويج حتى لو اتاخر في وقت ما، انتر خد الدوري السنه اللي قبلهم، وكل الفرق دي ماشيه في الشامبيونز بمسارات متصاعده، فنابولي بيحقق احسن مركز ليه السنه دي هو الوصول لربع النهائي، ميلان بيرجع مربع ذهبي بعد فتره طويله جدا من الغياب، واحنا بنتكلم على تاني اكتر الانديه تتويجا بالشامبيونز ليج، بنتكلم على انتر ميلان بيوصل نهائي شامبيونز ليج وهو الثالث في السيريا اه، فبنتكلم على ومورينيو بيروح نهائي الدوري الاوروبي بيكسبه، وفيورنتينا في يوم الاربعاء عنده النهائي في النهائي مع بازل العوده، كل دي حاجات بتقول لك انه لا ما فيش ده احنا هنا بنشوف تجربه اكيد ما فيهاش صدف، غير ان احنا بنتكلم على ايطاليا بطله يورو اخر يورو اخر نسخه من اليورو 2020 رغم الغياب عن كاس العالم، اللي ليه دعوه برضو بشكل التصفيات الغريب اللي حصل ودخول دوري الامم الاوروبيه واضطرارك انك تعمل ملحق في النص وما الى ذلك، بقى يرهق المنتخبات الاوروبيه ويدي فرصه برضو للمنتخبات الناشئه في اوروبا. طبعا ده شيء عادل جدا، يعني عادي مقدونيا الشماليه لما تغلب ايطاليا على المستوى ده ضروري تحط على ضروري ده ممكن يكلف نتكلم على اجواء هي. انا تقريبا ب 60-70% في اهم 40 ايطاليا هترجع من القوى العظمى في اوروبا وتروح كاس عالم وتروح ابعد نقطه، وايطاليا من المنتخبات اللي تغيب براحتها عن كاس العالم، لو راحت كاس العالم بتبقى عارف انها رايحه ابعد نقطه وتبقى رايحه ان هي عشان تتوج، وفي 82 النسخه اللي ايطاليا خدت فيها البطوله بعد صيام حوالي حاجه و50 سنه من ساعه بدايه العالم ايطاليا الدور الاول. ما انا عايز اقول لك كمان يا احمد بيت الاحباط لعدم الوصول لكاس العالم مرتين ورا بعض، وكانت بصراحه كانت صدمه كبيره جدا، ما خدوش الصدمه وناموا، ما خدوش ما قبلوش مانشيني بالظبط،
يعني ما عقلوش الراجل مثلا ده يعني دي أبسط ده حاجة. ابسط حاجه ان الراجل ده لو كان هنا كان اتعدم مثلا بالزبط. وبعدين ده خرج من مقدونيا تقريبا مقدونيا اللي اقصته اقصته يعني هي ادت البطاقه للبرتغال فالامور ما بتتحسبش بكده، تتحسب ان انت عندك بلان وعندك استراتيجي وعندك خطه هتمشي عليها، وده اللي شفناه في ايطاليا الفتره اللي فاتت. وانا يمكن من السنه اللي فاتت بقول ان الدوري الايطالي اصبح او هيكون من افضل الدوريات على مستوى اوروبا دلوقتي. شفنا كمان نابولي بيعمل ايه، شفنا الميلان السنه اللي فاتت بيعمل ايه. ده خلينا ياخدنا يا احمد لمحترفينا اللي في الخارج على مستوى النجاحات، على مستوى الاخفاقات، على تقييمك لمحترفينا وخاصه اللي بيلعبوا في اوروبا. نجاحات طبعا على مستوى صلاح حجازي وطارق حامد في السعوديه وحصوله على اللقب، يعني اجمالا كده ادينا فكره عن محترفينا في الخارج. يعني طبعا يظل الاسم الاهم هو محمد صلاح. بنتكلم برضو رغم انه واحد من المواسم يعني المتوسطه لصلاح، المتوسط بتاع صلاح ايه؟ 41 مساهمه تهديفيه 41 هدف، حاجه وهو داخل في ال 50 مساهمه تهديفيه شامبيون ما بين شامبيونز ليج وبريمير ليج، واخد السوبر الانجليزي، ماتش السوبر الانجليزي اللي هم خدوه دوت جايب جون وعامل 2 اسيست. ده صلاح، يعني ده محمد صلاح. اخر تعال نشوف هو الكام في المساهمه على مستوى البريمير ليج. بنتكلم على هالاند في المقام الاول طبعا عشان ال 36 جون وحوالي 7 او 8 اسيستات ان لم تخن الذاكره، وبعديه هاري كين اللي بيعمل كل الادوار المركبه في توتنهام، وبعدين محمد صلاح. بعدين على طول محمد صلاح. بنتكلم على رابع ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي. هل ما طلعش ببطوله السنه دي؟ لا طلع ببطوله. المشكله الكبيره ان هم ما راحوش شامبيونز ليج. تعال نبص على البروجكت بتاع ليفربول قبل ما محمد صلاح يجي، كان التاهل للدوري الاوروبي انجاز اصلا. يعني صحيح، قبل محمد مزبوط. صلاح يجي كان التاهل للدوري الاوروبي انجاز وعلامه قويه على المشروع، وكده احنا بنمشي في للامام. ولكن لما تبص ان فيرمينو احتياطي طول السنه، اتكلم على رحيل ساديو ماني بشكل مؤثر جدا طبعاً. الفريق الثلاثي ده بينفض. اتكلم على مشاكل في خط النص حتى لما حاول يعالجها بوجود ارثر بيتصاب السنه كلها. هو النهارده على فكره يعني معلومات كده على السريع، ماكاليستر جاي خلاص بشكل شبه رسمي من برايتون، وداخلين في فرانك كيسيه كمان من برشلونه. هو بادئ قوي ان لعيبه خط النص اللي هو عايز فعلا يبني بيها العمق في السكواد تدخل التشكيله. انا بتخيل انه تمام، عدم التاهل لدوري ابطال اوروبا مؤكد ان هو مؤثر على تاريخ على مشوار صلاح او نظرته للموسم، ولكن خلينا نقول ان ده موسم متوسط لصلاح. كل الارقام اللي احنا اتكلمنا فيها دي، كل الارقام اللي اتكسرت، الوصول لثالث الهدافين في تاريخ ليفربول، اكبر هداف ليفربول في البريمير ليج من ساعه نسخته الحديثه رغم ان هو مش سترايكر، اكتر لعيب ساهم في اهداف بصناعه وتسجيل من ساعه النسخه الحديثه للبريمير ليج. احنا بنتكلم بقى تخطى ستيفن جيرارد، تخطى روبي فاولر في المساهمات، تخطى روبي فاولر في التهديف، كل دي لا انجازات كبيره جدا. وخلي بالك برضو اكيد اي لعيب بيتاثر باداء الفرقه الجماعيه، مفيش شك ان ليفربول السنه دي كان مهتز في فترات، كان قوي جدا فترات ضعيف جدا، ولكن يبقى محمد صلاح طبعا ما زال رقم صعب. رقم صعب طبعا. كنت اتمنى النني طبعا. الصوره اللي قدامنا سام مرسي، وطبعا تم استدعائه اعتقد من للمعسكر المنتخب، وصعوده من الشامبيونشيب الى البريمير ليج مره ثانيه. الشامبيونشيب هو في الدوري الدرجه الثانيه. على فكره ابسويتش تاون من الانديه التاريخيه الكبيره جدا في انجلترا. سام مرسي بيقضي حاليا الموسم ال11 ليه ما بين دوري انجليزي شامبيونشيب وما بين الدرجه الثانيه. انا بتمنى تكلل التجربه دي بصراحه بصعود للبريمير ليج. اللاعب ده لاعب مجتهد جدا، لعيب امن بحظوظه في وقت كبير، كان قائد ويجن اتلتيك، كان الكابتن، فضل معاهم لحد ما كان الكابتن وعمل ده وهو عنده 25 سنه. ما استمرش ليه في المنتخب؟ تم استدعائه اعتقد برضه مره وراح كاس عالم وراح كاس عالم مع انا بصراحه مش قادر برضه ادي حكم ثابت لان انا مش متابع بصراحه كل ماتشات سام مرسي، ولكن انا بتكلم على بصراحه لعيب خط نص متطور جدا. ما اقدرش اقول ان هو الكلاس ايه في اوروبا، ما اقدرش اقول ان هو واخد دلوقتي كل حاجه على مستوى انجليزي، بس انا متاكد ان هو هيكون حل كويس جدا لو جه المنتخب بشكل اكتر. انا مبسوط جدا لوصول للشامبيونشيب. المنافسه في الشامبيونشيب بتكون صعبه جدا. هنتكلم على قائد ابسويتش تاون، واحد من الانديه اللي كانت في وقت من الاوقات بتوصل للنهائي بتاع دوري ابطال اوروبا في خمسينيات وستينيات القرن اللي فات. ابسويتش تاون فريق عريق جدا جدا، ليه تاريخ حلو في الدوري الانجليزي كمان. مبسوط انا بسام مرسي، ان شاء الله يوصل كابتن الفرقه كمان. هو على مستوى قائد عمل كده مع ويجن، مش سهل انك تبقى كابتن لفرقتين يا كابتن في انجلترا. عمل ده احمد المحمدي من قبل في ساندرلاند وبعدين في هال سيتي وعمل ده كمان في استون فيلا، عمل ده في ثلاث انديه. فدي اساطير يعني. انا بشوف ان سام مرسي لازم
يعني اذا كان احمد المحمدي بجد من ناحيه المشاركات الكتير في الـ في الـ في البريمير ليج واحد من اكتر اللاعيبه العرب، ولكن سام مرسي كمان بياكد ان هو عنده كارير كويس جدا يعمله في انجلترا بالذات باذن الله لو صعد بريمير ليج. طيب تعالى انا وانت نشوف اكتر اللاعيبه المصريين يعني مشاركه في الدوري الانجليزي، نشوف انفوجراف مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. اكيد محمد ان الاصابه عطلته شويه فتره طويله، كمان تريزيجيه اعتقادي الشخصي انه الاصابه عطلته في عدد المباريات وعدم انتقاله للبريمير ليج بدري شويه. انا كنت شايف ان تريزيجيه اتعطل شويه في الدوري التركي شويه وقضى تقريبا 4 5 مواسم، كان ممكن وارد جدا يحقق ارقام افضل من كده على مستوى المشاركه يعني. طبعا نني كنت اتمنى يعني لو ارسنال خد البطوله السنه دي علشان نني يحط اللقب ده في تاريخه مع الجانرز، يتوج فعلا مسيره برضو من المسيرات الايه يعني الاندر ريتد في تاريخ اللعيبه المصريين. ده اولا بالنسبه لنقطه تريزيجيه، استون فيلا دلوقتي في الوقت الحالي وصل لدوري مؤتمر، اعتقد دوري مؤتمر اوروبي. خلينا ما ننساش ان تريزيجيه هو صاحب الفضل في وجود استون فيلا تاني في البريمير ليج بعد ما انقذهم من الهبوط مرتين، مره بهدفه قدام ارسنال ومره بالهدف اللي ضمن بقائهم في البريمير ليج في اول موسم يصعدوا منه. استون فيلا فريق عريق جدا، استون فيلا من الانديه اللي ليها باع اوروبي كبير مش بس باع انجليزي، من الانديه المتوجه بالبريمير ليج بالمناسبه. تريزيجيه على فكره مطروح على طاوله استون فيلا انه يرجع تاني دلوقتي، ولكن انا شايف المساله بعدت بصراحه، لان هو على سبيل لسه لحد دلوقتي ترابزون التركي في بند يسمح انه يرجع، في بند يسمح انه يرجع، ولكن هو عقده مع ترابزون برضو. انا مش عايز تريزيجيه ياخد اي خطوه بصراحه في السعوديه بصراحه، يعني مع احترامي لكل لسه المشروع الهائل اللي بيتعمل، بس انا شايف ان تريزيجيه يتأنى جدا 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 قبل ما ياخد خطوه. الخطوه اللي جايه دي اهم خطوه في مسيره تريزيجيه، لانها يعني لو قعد في ترابزون سبور وعرف يلعب تاني يرجع تاني، لان هو مش هيلعب اوروبا السنه دي غالبا، ممكن يرجع تاني احدد يعني البريمير ليج، ولا الامور بقت صعبه بالنسبه له؟ انا شايف ان اسمه في البريمير ليج بس ممكن يوديه انديه تحت شويه في الجدول او بس هو اي حاجه في البريمير ليج هتكون كويسه، ولكن طبعًا. عندك دوريات كتيره هتبعدك عن المنطقه العربيه دلوقتي، لان انا مش شايف هو تريزيجيه مواليد 94، فبنتكلم لسه في 29 28 سنة. قادر ان هو يلعب لسه في المستوى الاعلى في اوروبا، يقدر يلعب فرنسا، يقدر لو استمر في تركيا حتى مع ترابزون سبور ان هو يرجع تاني اوروبا. من سنه واحده كانوا ابطال الدوري التركي، يرجع تاني اوروبا السنه دي لعب دوري اوروبي، لو اللي قاعد يلعب في الوقت ده بيعلي رصيد اللعب يا كابتن طبيعي. في السكاوتنج وفي الصفقات وفي التنقلات، فتقدر تضمن ان انت لو فضلت في ترابزون سبور حتى لو انت مش شايف بعينيك حاجه، تقدر تضمن ان انت تقعد 4 5 سنين في اوروبا، 4 5 سنين في اوروبا. انما لو خدت خطوه دلوقتي للسعوديه، انا بتخانق هتقرب للمنطقه العربيه تاني، ده مش كويس. يعني الخروج من الدوري السعودي الفتره اللي جايه هيكون صعب، يعني لو دخلت الدوري السعودي اعرف انك قاعد خلاص بقى مكمل، لان كل حاجه مهيئه ان كمان 3 4 سنين ما حدش يمشي من الدوري. صحيح. طيب عايزين نروح للنموذج الثاني، مصطفى محمد مع نانت، وقدر في يمكن الاسابيع الاخيره ان هو البقاء في اخر البقاء الدوري. في الدوري الانجليزي، وشايف مشواره ازاي، وهل انت مع استكماله للمشوار؟ هل بعد المشكله الاخيره اللي حصلت هيكون حظوظه للرجوع للدوري التركي؟ يا هو لسه برضه جلط، يعني نانت يملك تفعيل بند الشراء. انا شايف موسم ناجح جدا لمصطفى محمد في ظل فريق مأزوم، عنده مشاكل كتير جدا جوه وبره الملعب مع المدرب انطوان كومبواري في البدايه، وبعدين المدرب اللي جاله، وبعدين ازمه مصطفى محمد ما كانتش الازمه الاولى، كان في ازمه جوان حجام اللاعب الجزائري صحيح. قبلها كان في مشاكل كتيره جدا، لانه انت ممكن لما يبقى الفريق مثلا فيه 4 5 يعني عندهم مشاكل معينه، اعمل حساب ده. فانت دخلت في الوقت اللي هم في المركز ال 12 او ال 13 قريبين شويه للهبوط، رحت جاي ضارب مفك في الفرقه بالقرارات اللي اتخذت دي. فاعتقد انه البقاء في اخر جوله بالفوز على انجيل اللي اوريدي هابط، والحظ الجيد ان الفريق اللي كان بينافس مباشره لعب باريس سان جيرمان في الجوله قبل الاخيره اللي هو اوكسير، فمع مصطفى محمد، ومصطفى محمد على فكره جاب 8 اهداف وعامل جونين، عدد لا باس به مع فرقه زي نانت، وعامل 2 اسيست برضه يعني الوكلاء لما بيشوفوا ده يا كابتن طبعا
نانت وثمان اهداف وكانوا بيهبطوا، لا اللعيب ده عليه العين دلوقتي بالزبط. اللعيب ده يبقى كويس جدا، فشايف ان هو عرف يفضل في الدوري الفرنسي حتى لو قعد السنه الجايه في نانت، لو فعل بند الشراء او رجع جلطة سراي اللي بالمناسبه بيبني مشروع كويس جدا، بس انا متخيل انه فرصه انه يرجع لجلطة سراي مش هتكون، يعني جلطة سراي لن يفتح ذراعيه لمصطفى محمد لانه التجربه السابقه برضو اثبت، يعني كان مصطفى شويه مودي بيجيب جونين ثلاثة ويقعد، بيجيب جونين ثلاثة وبعدين المشاكل اللي حصلت بعدين على مستوى الجماهيري، فأنا بتخيل إنه أنا أفضل إنه يلعب في الدوري الفرنسي الحقيقة، الدوري الفرنسي كمان دوري متشاف بشكل صح. كويس، وتعالوا نشوف كمان أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في الدوري الفرنسي. يعني الحقيقه الدوري الفرنسي دوري مش هنقول توب قوي، ولكن دوري ممكن يكون محطه لدوريات كبيره، يعني لو بنتكلم على الدوري السويسري، الدوري البلجيكي، الدوري الفرنسي، نتمنى ان لعيبتنا تطلع في سن اصغر شويه. كانت تجربه ميدو على سبيل المثال، كان تجربه حسني عبد ربه، كان دلوقتي كمان مصطفى محمد، وتجربه في اعتقادي تجربه ناجحه على مستوى الدوري الفرنسي، على مستوى كمان مصطفى محمد وادائه خلال الموسم. يعني هو الملفت كمان الانتباه ان مصطفى ما غابش عن ولا ماتش من اول، يعني عارف يحافظ على نفسه، كان بينزل ساعات كبديل بس ده بيدي صوره كويسه جدا زي ما بقول لحضرتك في المجال الوكلاء، ولا ان لا لعيب فتنس عالي طبعا، 8 اهداف صناعتين مساهمه في 10 اهداف مع نادي كان بيهبط زي ما بقول لحضرتك، فانا بتخيل ان مصطفى عرف فعلا ياخد اللي هو عايزه من الموسم ده في كاريره. ما نفسيش خالص والله اللعبة دي اي حد يرجع ولا ولا حد يربطه بالرجوع، ارجوكوا سيبوا الناس دي تكمل يعني. طيب من سيبوا الناس دي تكمل، عمر مرموش، عمر مرموش انتقل من طبعا من فولسبورغ اعتقد لفرانكفورت، وعايز اشوف الانتقال ده انت شايفه ازاي، هل كان عمر مرموش كان في بعض التقارير ان بعض الفرق على مستوى البريمير ليج بتشوفه، هل خطوه بالنسبه له خطوه جيده، او انت شايف ان حتى فرانكفورت مش من الانديه اللي من التوب 5 يعني في البوندس ليج؟ يعني انا شايف ان عمر مرموش بيفكر لكاريره صح، انا بشوف ده عمر مرموش في مرحله انتظار فيورنتينا بتاع صلاح، اوكي، مرحله ان انا عايز نادي ومدرب يوصلوني للجون كتير فاعمل ارقام جامده قوي، لان في مشكله عند مرموش انه ما بيطلعش بالموسم بارقام ملفته كجناح. الارقام قدامنا، الاهداف 5 وصناعه هو هدف، عامل 6 اهداف في عدد مشاركات كتيره. بالظبط. فالرقم اللي بيبص عليه يقول له رقم قليل. الناس لان فرانكفورت كان متوج بالدوري الاوروبي من بالزبط. سنه واحده بس على، وطلع برشلونه وعمل اداء هايل، فاكرين ان فرانكفورت بعيد قوي قوي عن فولفسبورغ، لا العكس، هو فولفسبورغ السنه دي ترتيبه اهم احسن من فرانكفورت في وان كان فرانكفورت ليه رصيد اكبر على المستوى الاوروبي مؤخرا، ليه اسم اكبر وفي موهبه مثلا زي كولو مواني، يعني من الحاجات المهمه انك تفكر فيها برضو كلاعب رايح في النادي، انك عارف ان في لعيب هيتباع بفلوس كتيره جدا، يعني كولو مواني هيتباع بفلوس كتيره جدا، مينيمم بنتكلم في 60 او 70 مليون يورو، ده بيدي المدربين البوندس ليجا فرصه كويسه جدا انه يبني فريق. مرموش في السكيل اللي فرانكفورت عايزه دلوقتي لعيب، هيشاركوا في الدوري المؤتمرات الاوروبي؟ لا مش هيشاركوا في المؤتمرات، لا يعني مش هيشاركوا، ما اعتقدش، ما اعتقدش هم الثامن او فولسبورغ تقريبا اللي هيشارك، مش تقريبا لو بس يفيدونا الشباب. بصوا كده على الجدول شوفوا يعني اذا كان فرانكفورت ولا فولسبورغ، اعتقد فرانكفورت مش مشارك، ما وصلش لاحد المقاعد في اوروبا يعني، بس هو زي ما بقول لحضرتك انتظار بيع كولو مواني ده اهم شيء، اهم شيء من اهم القضايا في الميركاتو، كولو مواني هيتباع لمين وبكام، ولا لو احتفظت بيه الفريق هيبقى جامد، لانه لعيب دلوقتي من المطلوبين بعد كاس العالم بالذات، لانه عمل كاس عالم خيالي مع فرنسا، كان ورق رابحه دايما سواء بيجي من الدكه او طبعا بيلعب اساسي. فاعتقد انه اختيار جيد جدا لمرموش، نفسي بس مرموش يشتغل على انه يقرب للجون، لان ده اللي بيلفت الانظار كجناح، انت لو قعدت تبقى تكتيكيا عالي
ومهتم جدا بجسمك ومهتم جدا بنفسك ومهتم جدا بسرعاتك وبتاكل كويس وما بتسهرش وكل الكلام ده جميل جدا، هتفضل في اوروبا اكيد على المستوى بتاع مرموش لان انت الكواليتي بتاعتك اصلا عاليه. صحيح. بس مش ده اللي هيخليك تطلع ليفل فوق، ليفل اعلى. يعني هو لو راح البريمير ليج دلوقتي هتحصل مشكله، تحصل مشكله في كاريره دلوقتي فريق الاعداد انتراخت في الدوري المؤتمر، في دوري المؤتمر. طب كويس جدا، ده شيء كويس ليه كمان. طيب شيء أنا كويس ليه. المعلومه فعلا ما كانتش عندي هو بيلعب مؤتمر ولا لا، ولكن زي ما بقول لحضرتك مرموش محتاج فعلا غير دلوقتي كويس المعلومه دي انه هيتشاف في اوروبا كمان ولو كانت في البطوله الثالثه، ولكن المهم ان مرموش يفكر فيه ان السنه الجايه تبقى سنه ارقام، سنه ارقام اهداف واسيستات بشكل اكبر. السنه دي عمل حاجات كتيره ان هو لعب عدد مشاركاته الاكثر تقريبا من ساعه لما دخل المانيا، عرف يجيب اهداف من كرات ثابته مثلا، اتطور في النقطه دي. عرف انا بشوف ان عمر مرموش بقى الاكسلريشن والسرعه زادت جدا جدا، هو يعني مستواه زاد، وكان خد كمان افضل لاعب شاب على مستوى البوندسليجا ورتب على مستوى افضل لاعبي البوندسليجا في النص الاول. صحيح. من السيزون قبل كاس العالم. فمرموش لا، يا يعني الناس في اوروبا يعني احنا تخطينا نقطه ان مرموش متشاف ولا مش متشاف. لا طبعا هي متابعه دلوقتي. بالظبط، في متابعه فعلا، بس المتابع مش هيتحمس لست اهداف في الموسم. صحيح. ست مساهمات في الموسم. صحيح. فدي يعني رجاء لمرموش. احنا كلنا، انا من الناس، احنا اتكلمنا كابتن عن مرموش هنا في البرنامج. مزبوط. وهو لسه في ناشئين فولفسبورغ. صح. يعني لسه بيلعب او بيطلع ماتش كام، 3 4 دقائق تقريبا. راح كمان اعاره لسان باولي في الدرجه الثانيه. بالظبط، فكلمنا عنه هنا. فاحنا من اشد، وحضرتك لان حضرتك اشهر من نار على العالم في المانيا، وواحد من اهم التجارب المصريه لم تكن الاهم في تاريخ الدوري الالماني، حضرتك عارف يعني ايه لعيب يفضل في البوندس ليجا 6 7 سنين. طبعا. حتى لو مش اسس تحت الموضوع مش سهل. لا ده معناه هنا في ايه كمان؟ لا هنا الراجل ده مبشر. طبعا المنتاليتي. وانا على فكره اتكلمت مع عمر وعارف ان المنتاليتي، هو راجل ملتزم جدا وراجل قادر يكمل مسيرته. زي ما قال احمد، يمكن السنه دي او الموسم اللي جاي ان شاء الله تكون انطلاقه جديده لعمر مرموش، و يعني حتى على مستوى البوندس ليجا ممكن يطلع لانديه كبيره زي دورتموند او البايرن او على مستوى البريمير ليج. طيب نشوف انفوجراف كمان على اكثر اللاعبين المصريين مشاركه في الدوري الالماني. ولو اتكلمنا على البوندز ليجا والموسم ده لازم اسالك على بس انا عايز اسالك قبل اي حاجه. يعني الاول التفت الكتاب بتجربه، فكروني بايام جميله الكابتن ياسر رضوان وكابتن محمد عمار. طبعاً. بس انا عايز اسال حضرتك يا كابتن الـ يعني خلينا نقول ان الخروج دلوقتي لاوروبا اسهل بكتير جدا من ايام حضرتك. سيبك من الخروج، تاقلم اللاعب اللي طالع بالذات اهلي وزمالك يلعب بوندس ليجا فريق كبير زي كايزر سلاوترن وفيردا بريمن والمشوار اللي حضرتك مشيت فيه. انا بس عايز اعرف، يعني انت اصلا ما شفتش تجارب قبل كده شبه دي؟ يعني انت كنت واخد، انا متخيل ان في ريسكات كتيره قوي في مصر. صحيح. فازاي اتعاملت مع الريسكات دي، سواء ريسك الاهلي والزمالك؟ ريسك الاهلي والزمالك ده اقصد ريسك انك طالع من الاهلي، اقصد من تالت الاهلي والزمالك. تاني حاجه، ازاي عرفت تتاقلم مع اول 3 4 شهور في المانيا؟ بص انا مش هضحك عليك، الامور كانت صعبه جدا في الاول. يعني انا كمان طلعت لسويسرا، بلد مختلفه تماما من الاجواء، وبعدين حظي كمان السيء انه رحت لهم في يناير، يعني صح. مش في اول ما تعوم في شهر 6 في الصيف، لكن الامور كانت صعبه جدا الحقيقه. و لكن يعني انا خدت الموضوع تحدي، يعني انا كنت صغير كمان، اول مره اطلع واعيش لوحدي في مكان ولا بعرف اللغه ولا بعرف الناس. الحقيقه ان انا كان في صعوبات كبيره جدا، وكنت على فكره كنت محبط جدا اول 4 5 شهور. فكرت ترجع وكده؟ يعني ما جالكش الهاجس؟ لا هو فكرت، بس يعني الفكره كنت برفضها تماما، يعني ما خدت الفكره، ما شدتنيش لتحت لغايه ما بدات اعرف ايه الطرق اللي ممكن تخليني يعني اقعد واكون مبسوط شويه. اللغه مهمه جدا، تتعلم اللغه، انك تتعامل مع الناس، وبعدين
الحياه الاحترافيه جميله ولكن صعبه جدا. بالظبط. فلازم يكون عندك، الحمد لله كان ربنا مديني حته ان انا عندي من جوايا، عندي ان انا ممكن اتعامل في اي اجواء، يعني ما عنديش مشكله مع الاجواء خالص. وكان في هدف قدامي، وانا كان يعني بدا الحلم يكبر معايا، وليه لا، ودايما ليه لا. طيب وبعدين لما رحت الدوري الالماني كان بالنسبه لي نقله ثانيه خالص. نقله ثانيه خالص. لعبت في المانيا كابتن على رونالدو الفينومينو، ولعبت على انا لعبت على رونالدو طبعا، وكنا بنلعب، كان بيلعب في ايندهوفن، ولعبت على نجوم كبار. ولكن زي ما بقول لك طبعا الاجواء مختلفه دلوقتي، في سوشيال ميديا وفي وفي وفي، لكن الاجواء كانت صعبه جدا. ودايما بقول الاحتراف مش مهاره بس، الاحتراف شخصيه، الاحتراف لازم يكون عندك كاركتر محمد صلاح، لازم يكون عندك كاركتر انك تقدر تعيش. والناس اللي فاكره ان الموضوع سهل، الموضوع صعب جدا، تحدي كل يوم على مستوى الاعلام، على مستوى اللاعبين، على مستوى التدريبات، على مستوى النتائج، الامور صعبه جدا. لو ما كانش عندك هذه القدره على التحكم في نفسك وانك تبني لنفسك ويبقى عندك هدف، الامور بتبقى صعبه. انا بتمنى ان كل اللعيبه المصريه تكون محترفه الحقيقه، لان الرحله كانت ممتعه جدا، شاقه لكن كانت ممتعه. واسالوا اي لعيب محترف دلوقتي، الحياه ممتازه ولكن فيها ديسيبلين جامد جدا، ولكن متعه كره القدم يعني بتفوق اي صعوبات. طيب معلش، ما كانش ينفع نتكلم عن البوندس ليجا وما اسالش حضرتك. لا ربنا يخليك، كان السؤال كويس وفكرتني. تابعت ازاي اخر ربع ساعه في البوندس ليجا؟ يعني عايز اعرف انت كنت كل شايف الدوري في حته، كنت شايف المباراه ازاي؟ دورتموند بيتغلب وبعدين بايرن يجيب جون وبعدين بايرن يرجع ودورتموند، يعني شفت ده ازاي؟ وده انا في رايي كمان البوندس ليجا السنه دي كان من اقوى الدوريات على مستوى اوروبا. يعني انا شايف ان دورتموند الثلاث اربع ايام اللي قبل الماتش هم اللي ضيعوا الماتش، ماينز هم اللي ضيعوا البطوله، انه تمام احنا جايين نحتفل. ده الشعور العام اللي كان في دورتموند، ده الشعور العام اللي كان في العالم. ايوه، ان حد هياخد الدوري من بايرن اخيرا ويقطع سلسله ال 11. على فكره بايرن اول فريق في تاريخ كره القدم ياخد 11 دوري ورا بعض، ده اول فريق في تاريخ الكوره. خلاص 11 ورا بعض دي ما حصلتش ابدا. او خلينا اقول في الدوريات الاوروبيه الكبرى، متاسف يعني في اوروبا. يعني اللي ارجع اقوله برده يا كابتن، دورتموند يعني ما كانش موفق في ضربه الجزاء الضيعه بتاعت هالر، ما كانش موفق في اوقات. انا اتفرجت عمال بحاول هنا وهنا، ويقول لك جون في بايرن بيجيب جون، وبعدين دورتموند الحقيقه 2-0، ماينز كان متقدم 2-0 ومتعادل، بس فرص غريبه جدا الشوط الثاني بالذات. انا فاكر ماتش دورتموند، لا فرص غريبه. واحيانا لما انت تبقى داخل بطاقه معينه وجمهور حواليك، على فكره ملعب دورتموند وملعب سان ماميس في اسبانيا، الملاعب دي مصممه بحيث تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه الصوت يكبر، يعني لو الصوت كده يكبر في صدى صوته. ثانيا ان الجمهور دايما من كل حته في ملعب يبقى فوقيك، مصممه هندسيا كده. الملعب اللي بيلعبوا فيه سيجنال ايدونا بارك في دورتموند في استفاليا، انا شايف انه الملعب ده ضغط دورتموند اكتر من اي حد في الموقف. صحيح. لانك لما تنزل وطخ طخ ضيع ضربه جزاء، تستقبل الاول تستقبل الثاني، كل ده بيبقى ضدك، ما بيبقاش معاك. خلاص دي ضغط، ده سربعه في الانهاء، ده رغبه كده يعني. وبعدين بيني وبينك احمد جات لهم برضه خلال السيزون كذا فرصه، يعني ما كانتش اول فرصه ان هو يركب الدوري، يعني الثالثه او الفرصه الرابعه. انا شايف ان هم انقذوا تاريخ بايرن ميونخ، يعني دورتموند انقذ تاريخ بايرن ميونخ، لان بايرن كان هيطلع بموسم صفر لاول مره تحصل من زمن طويل بس جدا. بس اللي استعجبت برضه بعد التتويج بساعه اقاله اوليفا كان وحسن، لان الدنيا ما كانتش، يعني ده مش بايرن اللي كان بيحصل في النادي ده، سواء في اوروبا او في المانيا، مش بايرن كان متفقين عليه قبل الماتش. ده مش بايرن خالص يعني. بالذات خناقه ساديو ماني وساني، التعامل الاداري. خلينا نطلع من ان في مشكله حصلت، العمليه دي عمرها ما كانتش بتحصل في بايرن. مظبوط. ما كانتش بيبان في الملعب وبره الملعب وفي التدريبات وفي السوشيال ميديا وبلسان المدرب وبلسان الاثنين لعيبه، ده ما كانش في بايرن. بايرن من الفرق المنغلقه جدا على نفسها، وحضرتك اكيد تعرف ده. طبعا. ده في المنتاليتي هنا. صحيح. ما فيش حاجه بتطلع، مفيش حاجة الفرقه بيموتوا بعض فعلا، ما فيش حاجه بتخرج، وده ارث تاريخي في بايرن ميونخ. صحيح. انك تجيب اسطوره بحجم اوليفر كان يتولى الرئاسه التنفيذيه للنادي وسط كل الاساطير دي، ده مؤشر فشل. وحسن صالح حميديتش خد كل الفرص برضو، وده مؤشر فشل. والميركاتو في اكتر من اختيار فاشل، منها اختيار ساديو ماني. يعني خلينا نقول اختيار ساديو ماني انك تدي له اعلى مرتب في البوندس ليجا، اعلى مرتب في الفريق، تمام، يبقى متاكد انك يعني هو ليه جابه اول السنه؟ صحيح. جابه عشان يستبدل مين؟ ليفاندوفسكي. انت قررت انك ما تجيبش سترايكر واضح، لان انت شايف ان ساديو ماني الموسم اللي لعبه 9 مع ليفربول في اخر مشواره هناك هيخليه ليفاندوفسكي، هيخليه يجيب 35 و40 جول. ما نجحتش في ده. ومن الاخر يعني خلينا نقول باللغه البلدي كده، ليفاندوفسكي كونه هداف في برشلونه وهداف الليجا
علم كده بشكل ما طبعًا. على بايرن ميونخ طبعا يعني بكلم حضرتك في المينتاليتي ده اهم هداف في تاريخ النادي ومع جيرد مولر طبعا وانه يجي يمشي بالطريقه دي ويجبرني معلش يلوي دراعي عشان امشي مع انه كان بيتعامل باحترافيه شديده بينزل التمارين الصبح امشي وبينزل التمارين واول واحد بيجي واخر واحد بيمشي هعمل لكم الشغل بس في الاخر انا برضو عايز امشي انا برضو عايز امشي واطلع اقول في الميديا انا حضرت فتره الاعداد بس انا رايح برشلونه اتمنى تسيبوني فكان الرهان حتى الجماهيري على فشله هناك في برشلونه ما فشلش طبعا 32 جون او 33 جون هداف خد جائزه البتشيتشي ولكن السنه دي النقطه البريق الوحيد في بايرن اللي هو التتويج بلقب الدوري وفي بريق تاني مهم جدا اسمه جمال موسيالا جمال موسيالا السنه دي انا بشوف ان لو ما خدش جائزه افضل لاعب شاب الجولدن بوت انا جون البطوله جون التتويج ومن اول السنه مستواه ثابت اهم نجم في الفريق بينزل احتياطي بيجيب بيلعب اساسي بيجيب حتى مع كاس العالم مع خروج المانيا بدري جمال موسيالا كان عنصر اساسي دايما صح. ما بيطلعش من التشكيله فانا شايف ان جمال موسيالا بارقه امل ان بايرن يرجع تاني من اول السنه اللي جاي يسيطر على اللقاء طيب فلنا. قبل ما نختم عايز كمان اعرف توقعاتك لمباراه كبيره مباراه نهائي التشامبيونز ليج ما بين السيتي والانتر يعني شايف السيتي هيكسب يعني انا يعني تمام يعني ايطاليا اتكلمنا عنها كويس بس لانيو فرط جوارديولا في الفرصه دي بعد ما جات له مرتين يعني جات له مره قبل كده في تشيلسي واضاعها برعونه يعني ما كانش عنده سترايكر زي اجويرو شايف ان جوارديولا كمان يتعلم من اخطائه شويه على مستوى الغرور خلينا نتكلم ان هو في لحظه من اللحظات عنده نوع من انواع الغرور فبيعمل تغييره مش مناسبه بيفقد من خلالها لقب او بطوله يعني انا شايف برضو في تصريح قاله قبل ماتش ريال مدريد لما قال اعدكم الا افكر كثيرا انا شايف ده تصريح تاريخي ده تصريح تاريخي ان جوارديولا قاله أيوه. اعدكم الا افكر كثيرا فاعتقد انه ده اكد حاجات كتير هالاند السنه دي اهم شيء هو اهم شيء في صحيح. يعني من اهم النقاط في مسيره جوارديولا ان هو اقتنع بتسعه صندوق اول موسم يعمل ده غالبا ادي خد دوري انجليزي خد كاس اتحاد غالبا رايح ياخد تشامبيونز ليج ابو حميد بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده بتمتعنا والله يا ربنا يخليك يا كابتن بجد. انا بستمتع جدا شكرا جزيلا الشكر متواصل لحضراتكم دي كانت نهايه حلقتنا في المحترف ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف